فقد فتح الله آفاقا أخرى لمن وسع الله عليهم، أمامهم أبواب واسعة في فعل الخير، والصالحون يتفننون في فعل الخير. فمن الناس من يطعم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، ومن الناس من يبني المساجد، ومن الناس من يشتري المصاحف ويضعها في بيوت الله، ومن الناس من يبحث عن الصدقات الجارية التي يستمر أجرها، ومن الناس من يتتبع المرضى ليعالجهم، ومن الناس من يبحث عمن لم يحج حجة الإسلام ليعطيه ما يحج به، ومن الناس إلى غير ذلك. تفنن الصالحون أين يضعون أموالهم فيتصدقون بها ويضعونها في أبواب الخير وفي أعمال البر، وكل واحد يعطيه الله على حسب ما في نيته من الخير وما يبذل من الخير. والله عز وجل يعلم ما في قلوب الصالحين، فرجل قد يتصدق بمبالغ كثيرة وآخر قد يتصدق بالقليل، والله ينظر إلى النيات، فربما أعطى ذلك الذي أعطى من قوت أولاده من الأجور الشيء الكثير. بل لقد رأينا بعض المسلمين الحجاج أو المعتمرين يجلس بالحرم ربما لا يستطيع أن يتلو القرآن، يذهب ويأخذ مجموعة من المصاحف ويوزعها على الساكتين من أجل أن يقرأ القرآن، فاكتسب أجورا وهو جالس لم يقرأ شيئا، قد يكون أميا لا يحسن التلاوة. هذا من التفنن في فعل الخير. نعم أيها المسلمون، زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان يتصدق، وكان الناس يجدون طعاما عند بيوتهم في الصباح لا يدرون من الذي وضعها. وحين مات علي بن الحسين رضي الله عنه افتقد الناس ذلك الطعام، فعلموا أنه هو الذي كان يتصدق سرا فلم يعلم الناس إلا بعد موته. فالمقصود أن أبواب الخير أمام من وسع الله عليهم واسعة الآفاق، فلينفق ذو سعة من سعته، وليؤتي كل إنسان بما أقدره الله عليه. فبعض الناس ربما لا يستطيع أن يتصدق إلا بالشيء القليل، كما مر معنا في خطبة مضت أن عائشة أعطت امرأة تمرة لم تجد غيرها فشقتها نصفين بين ابنتيها. نعم يا معشر المسلمين، فأنفق ينفق الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال بن رباح: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص مال من صدقة. نعم أيها الناس،